السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. حطوا اللايك وحطوا الاشتراك كده لاختكم ام احمد. يا رب يخليكم ليا ويسعدكم يا رب ويديكم كل ما بتتمنوه. بصوا كده حبايبي، احنا كده معانا هنا الارانب زي ما انتم شايفين. بصوا يا ولاد كده، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ده فضل وكرم من ربنا كبير عليا. ان هو يا ولاد انا كده الحمد لله كملت 1000 مشترك على القناة في شهر رمضان الكريم. انا فرحانة يا ولاد جدا ومبسوطة ان هي كملت في شهر رمضان. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ولاد، بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. بصوا يا حبايب قلبي، بس انا عايزة منكم طلب صغنن قد كده، انكم انتوا يا حبايب قلبي تشاهدوا الفيديو كده عشان يا ولاد عشان المشاهدات. وطبعا الالف كملت بس المشاهدات لسه يا حبايب. فانا يا ولاد مش عايزه منكم غير الطلب الصغنون ده، بس تشاهدوا الفيديو للاخر. انا يا ولاد مش هكبر ولا حاجه عليكم عشان ما تزهقوش منه، بس يا حبايب قلبي بالله عليكم يا ولاد ما تتاخروش عليا. يا رب يسعدكم ويخليكم ليا يا رب، نكبر كده مع بعض ان شاء الله باذن واحد احد. بصوا كده يا حبايبي، احنا معانا الارانب اللي هم عاملين زي والله العظيم يا ولاد ربنا يستر ان شاء الله. من ساعه ما حبستهم يا ولاد هنا ما فيش القطه خلاص مش بتروح ليهم. هي الارنبه دي اللي في مره خدتها من مره لما خلفوا، هي دي السوداء، والاثنين الاثنين الصغنانين دول يا ولاد من الطلعه برضو طلعه برضو خدت الاثنين دول، يعني الثلاثه دول ما شاء الله هم اللي قعدوا من الطلعات كل اللي طلعوها الارانب. كل ما كانت تطلع طلعها يا اولاد القطه تاخدهم القطه تاخدهم وتضحك علي. فانا قفلت عليهم زي ما انتم شايفين كده يا اولاد، بس مش عارفه يا اولاد مش عارفه نحلين ليه شعري كده، ما اعرفش ليه، مش عارفه هل ان هم محبوسين بيضربوا في بعض وياكلوا في بعض ولا ايه، مش عارفه والله يا حبايب. فبالله عليكم كده قولوا لي كده ايه السبب. فمش عارفه انا بقول ممكن عيا مرض، بس مش هم مش عيانين الحمد لله كويسين قدامهم، بس نحلين جدا. بصوا مش عارفه نحلين ليه كده حبايب، ده حتى حبايب الصغنانين برضو نحلين. فيا ولاد اللي بيرب ارانب وله فتره وخبره يعني بالله عليكم يقول. فانا اختكم ما اكذبش عليكم انا مش خبره فيه ولا حاجه، انا كنت اشتريتهم كده زي اشتريتهم عشان اربيهم كده، بس انا مش عارفه فعشان كده القطه كانت بتضحك عليا وتاخدهم، فانا مش كنتش فاهمه يا حبايب. فبالله عليكم اللي عنده معلومه مفيده يقول لي عليها. ده حتى الصغنانين يا ولاد بصوا نحلين اهم شايفين. يلا حبايب السلام عليكم، شاهدوا كده الفيديو حبايب بالله عليكم. يلا سلام عليكم يا حبايبي.